مرحبا. مرحبا. شلونك؟ الحمد لله. رمضان مبارك علينا وعليكم. ان شاء الله عليكم الصحه والسلامه. امين على الجميع. رمضان مبارك على الجميع يا رب، علينا وعليكم وعلى امه محمد ان شاء الله بالخير. ان شاء الله تصير منك بنتي، الله يحفظها لك ان شاء الله. انتم من وين؟ احنا من المنصور، من نانا. قريبين منا، ما تاخرتوا الطريق؟ لا لا طبعا. زين الحمد لله. ايش قد تستغرقون وقت حتى توصلوا للسنتر؟ 10 دقائق. زين الحمد لله، لطيفه بالافرع ولو طسات بالمنصور بس تمشي. تعودنا الحمد لله وشكر. شلون اجواء رمضان بالبيت؟ لا تخبل والله، يعني صلاتنا بالليل، قيامنا، وهسه البكي بدنا نبكي راح يخلص رمضان. أيوة. القهر بالبيت شلون حيخلص؟ الحمد لله والله. ولا لمتنا احنا كليتنا موظفين، يعني ناس تتعشى ناس لا، هسه لمينا كليتنا على السفرة، مجبرين على الفطور. يعني ايه كلها تجي ويا الفطور، هذا الحلو انا مكيفت له وفرحانة له. ان شاء الله يا ربي دائما تكونون ملتمين بالخير وبالبركة وبالسلام. يا ربي يا ربي على الجميع. هذا ام منو؟ ام نور. ام نور، احكي لي شنو ترتيب العائلة عندكم؟ شنو الوضع من الموظف؟ منو قاعد بالبيت؟ من يدرس؟ والله كلهم، يعني الكبير عندي دكتور تحليلات ما شاء الله، العلى حد طالبه جامعيه مرحله رابعه اداب انجليزي ما شاء الله، والعلى حد تارك الدراسه هالفتره لانه مسوي حادث. صحه وعافيه يا رب. صح لاتين وهاي اعدادي. اعدادي يا عمري والله. شنو تشوفين نفسك وين بالمستقبل؟ شنو دراستك؟ شلون جميله تريد او مثلك اعلاميه؟ يا الم يا عمري والله اللي يجي اعلامي جميله. اعلاميه على فكره بيام انا ما قبلت، هو يقول لي لا خليها على اختيارها. خليها على اختيار ربعي، بزر القعده لازم هو يختار. اي عافيه اي المدلل. اي ما ادري شو يعني، ما حد يقدر يقول لنا لا. لا طبعا. انت جميله ما شاء الله، الله يستر عليك، ولا مبين عليك طالبه اعداديه لانه البشت والحركات مكبرتك. الله يستر عليك. كم وايد؟ 2006. تشاقي هسه قلت يعني اكثر شيء حتقول لي 2002. لا لا يا طول وبس. صحه وعافيه ان شاء الله. صحه وعافيه والله، طالعه كلش جميله وانيقه وحجابي جميل عليك. والله حلوه والله، عيونك حلوات حبيبي انت الاحلى. خلاص احكي لي، انت شايفه برنامجي ولا يوم تابعتك؟ خاصة هذول الصغار اللي قاموا يبكون اللي يبوسونك. شوية خليك على وجهك على حمزة حتى نبين ايدك. زين احكي لي شنو اطيب شيء تسوي خالة على الفطور؟ دولمة. انا طول تسوي لكم؟ اي يوم سويت نهمين. اليوم دولمة حام رحت للدوام. رجعتي خليتيها على النار؟ لا هم خلوها البنات مكاني. زين انت شطورة بالمدرسة ولا لا؟ اي. بس قد درجات؟ يعني بلاش كسوف. اي لا اذا 70 زين، 60 و70 بس ما عندي ثمانيات صراحه. رياضيات 85. اوكي صدق. صدفه بالغلط. يعني ما تتكرر مو؟ لا ان شاء الله تتكرر. ان شاء الله. زين ان شاء الله ان شاء الله. شنو ببالك على السادس؟ انه معدل قوي لو عادي المعدل اللي يطلع بعدين تدخلين يعني كليه اهليه؟ يعني هو القسم الله يعني. عادي عندك حد لو 50ات؟ المهم نجاح. على الخمسينات حتى ادخل فنون جميله ما حد يعترضني بعد. يلا والله يلا والله. صحه وعافيه. ورسامه هم ترسم حبيبي. اي يعني من نشوف شيء ترسمه ما شاء الله. رسامه حلوه حلوه. اي تتقن يعني الشيء ما شاء الله. الله يوفقك. بدي اتطور بعد اكثر. احسن شيء انه انت عندك تصاميم، تصميم الازياء والديكور وهاي السوالف. كل الفنون احبها يعني، ما احب الطبيه وهاي السوالف. طوري نفسك، اهم شيء شيء انت تحبيه، شيء يليق بشخصيتك انت، هذا اهم شيء. اي طبعا. الله يوفقك ان شاء الله يا ربي. اني اريد اسالك خالتي على روتينك كأم، عندك اولاد وبنات، من الشالع قلبك، من الزين وياك برمضان؟ والله انا عندي هذا الكبير يعني الحمد لله والشكر عليه، هسه ماخذ اجازه عليه صلاه وصوم وبس، وما له شغله بحد. اللي على حده هي شايله البيت يعني طبخ ترتيبها. انا طالبه. اي طالبه جامعيه وامتحانات. اي وما تنام بالليل الا تسوي لنا السحور وتقعدنا يلا تنام، نام لها ساعه وتروح الكليه. عمري الله يوفقها ان شاء الله يرضى علي. يعني شايله لي هم كل الكبير والله فد موقف، يعني هاي ساعدها وما ساعدها، بس انا اقول لك على الخفيف. واحنا مخليها نقولها خليها تدرس، انت والله عديتي المرحله راح تتخرجين، بس هي بعدها، فمخلين الاغلبيه على ذيك وهاي تساعدها. الله يوفقها والله، حبيتها من دون ما اشوفها. حبيبتي حبيبتي. وهي من نوع بيتوتيه يعني ما تحب تطلع هوايه. الحمد لله فرحك بيها ان شاء الله. كلش تونست بيكم خالتي، اشوفكم بخير وعافيه ورزق وستر. اسالك سؤال. تفضلي. اوكي سهله صعب؟ سهل. كل شيء صعب. صعب. اوكي راح اسال سؤال سهل. اوكي احنا بالسنه يمر علينا عيدين، العيد الصغير اللي 3 ايام شنو اسمه، وعيد الاربع ايام شنو اسمه؟ عيد الفطر وعيد الاضحى. هو عيد الاضحى الكبير. اول اربع ايام اي سؤال ثاني يوم يمي.
يلا حفظتي وتعلمتي. عافية بطلة، أنت أحسن مني حافظتي. هذه هدية مقدمة من ايدل بيوتي، بالعافية عليك. تستلمين عطرك من وكالتهم، ما تلقيه بأي مكان، وإلك خصم 20%. خالتي، وهذا إلك هدية من أوسكار، ترتبين بنفسك. هاي الهدية مو إلك، لبنتك الكبيرة إن شاء الله. إن شاء الله. للمطبخ وإكسسوارات للمطبخ، يا أما جهاز كهربائي يا أما إكسسوار، فتستخدموه بالهنا، وإن شاء الله ينعاد علينا وعليكم بالصحة. إن شاء الله يا ربي على الجميع، علينا وعليكم وعلى أمة محمد. وهاي أحلى فرصة شفناك بيها، لأن متابعينك وكل ما هاي لما سمعت هسه الله شاهد عارضوها وتوسلت بي وتوسلت بيهم، يلا اجينا. اي والله فرحت. خلوني بس اشوفها، فرصه هي جايه المنصور. والله انا اتشرف وعليك حبيبي، هي الشرف والله. يعني ما تدرين كلامك ايش قد حلو بالنسبه لي حبيبي. والله كل حلوه ان الشرف والله. تعرفنا بيك وتعرفنا بحمزه. حمزه الله يسلمك. امشي ردنا نشوف حمزه. والله شلون حمزه مطلعني حلوه؟ لا طبعا انت حلوه من غير التصوير، بالعكس هسه احلى من التصوير. هسه احلى، هو ظالمك بالكاميرا بس انت احلى. والله لا مجاملة ولا أنا يعني أول ما وقفت قلت لهم بالحقيقة أحلى من التصوير. على راسي والله تشرف. سلم راسك عمري أنت. مع السلامة. والله مو الهدية الله شاهد، بس قيمتنا أنت عرفناك. أول وجهك أبويا، والله جايتكم على عيني وعلى حبيبي. سلم راسك حبيبي حبيبي. مع السلامة. مع السلامة. أشوفكم بخير وعافية.